الوش هو دهني بالشكل ده بيبقى مسامه كبيرة. البورز مفتوحة، المسام مفتوحة، فبتبقى عندها قابلية ان هي تستقبل التراب طبعا تراب يدخل جواه. من الجو، فهو ده اللي بيطلع الحبوب والبلاك هيدز الروس السوداء. فلازم دايما نكون بنمسح وشنا بمية ورد او تونيك، دايما يبقى الوش متنضف. هو مية علشان الورد أسهل للناس من التونيك بالظبط علشان مية الورد متوفرة، هايلة بس لانها تبقى بيور. فدي حاجة مهمة قوي ان الوش يبقى دايما متنضف. طب لو طلعت لها الروس السودا دي هتشيلها ازاي؟ هتعمل لها ماسكات، ماسك. ماسكات ايه بقى بسرعة كده عشان نلحق نقول الفرشة تغسل ازاي؟ حاجات طبيعية تحاول تطلعها بيها بحاجة يكون ليها بين رفيع او حاجة ان هي تطلع بيها الروس وممكن السوداء. حمام بخار الاول عشان تطلع بخار معاها بالظبط بسهولة. ان هو يبقى سهل، بس هي لو حاجة جامدة لازم تروح لحد يعملها، حد ما يعملها. تعملهاش هي لوحدها، وفيشل. لان لو طلعت حبوب وهتسيب اثر بعد كده فلازم حد يعالجها مظبوط. والماسك الفحم ده اخباره ايه؟ اللي هو الاسود ده اللي بيشيل الحبوب السوداء، وفي ماسك المد الطين. او في الطين برضو، انا الحاجات دي ما بتبقى اعرفش افكتيف؟ الفحم ده على فكرة، لا ده بس اللي هو اللي زي ال بيبقى اسود كده وبيتفرد على الوش وبيتشال زي البلاستيك، بلاستيك. بيشيل كل الروس السوداء. اوكي، وماسك التين حلو قوي لانه بينظف سكرابل. الوش الاويلي، بيقلل الزيوت فيه. والترمس مطحون عند العطار ويحطوا عليه عسل نحل او يحطوا عليه زيت زيتون حسب وشهم اويلي او دراي. حلو.